العائلة المصغرة والعائلة الموسعة هي اللي تتحكم في زواج، في شنو أساسياته، على شنو يتبنى، وحتى شروط العائلة لو نلغوها نبقاو نحكيوا أساسيات الزواج في حد ذاتها، اللي هي مثلا متمثلة في يذهب في بيت نوم في صالة اللي ولاو حاجة كلاسيكية. ساعات فما زوجة تعمل زوج باش تتباهى به أكثر ولا أقل، فعاد فما الزوج يعمل زوجة باش تتباهى به. نحكي ديما في الطرفين باش ما نبقوش في حساسية المرأة تيخو معناها تعمل ردة فعل والرجل يعمل ردة فعل. هي ظواهر وحقيقة، حقيقة ثابتة في المجتمعات الكل. راه علاقة علاقة ناجحة ولا تحلم، اختارنا من الكسب المادي، الكسب المعنوي، خاطر ولا مبني على الكسب المادي ولا حلم انك تعمل علاقة ناجحة، لأنك أنت في حد ذاتك اللي تنجم توفر لبنت الناس، اللي تنجم تعمل، اللي تنجم كذا. الناس اللي تحب تخرج، تحب تتفرها، تحب كدوية، تحب كذا، تحب هذا، وقعنا. اليوم نحب نفهموا المفهوم الحقيقي للزواج في تونس. فما زواج تقليدي اللي نعملوه سبع ليالي وسبع ليالي، وفما تحديدا زواج معين نعملوه توا في تونس اللي هو الجون جدد، فهمني، اكل ليله وبرا روح، تاكد بين صديق وروح. ما عادش معنا يا حبة ذا يقول لك نصرف مليون خير ما نصرف 20. والله هو الزواج في الاصل هو علاقه بين طرفين، وليد وبنيه، مي اونفا هو رو بين زوج عائلات، يخضع لبرشا تقاليد، لبرشا عادات، وتونس كل بلاد ورطالها، ال 24 ولايه كل ولايه وتقاليدها، كل ولايه وعاداتها. فما اساسيات تقريبا لا غنى عنهم، اللي هما نتيجه غلاء المعيشه، نتيجه تدهور الاحوال الاجتماعيه في البلاد، خليت الشاب التونسي يحس بالحق اللي مصروف العرس ولا يمثل له مشكل وعائق كبير باش ينجم يقدم فيه. ولو انه حتى يكونوا طرفين متفاهمين، خاطر العائله هي تتحكم، امي امها اختي اختها خالتي خالتها، معناها العائله المصغره والعائله الموسعه هي اللي تتحكم في زواج، في شنو اساسياته، على شنو يتبنى، وحتى شروط العائله لو نلغوها نبقاو نحكيوا اساسيات الزواج في حد ذاتها، اللي هي مثلا متمثله في يذهب في بيت نوم في صاله اللي ولاو حاجه كلاسيكيه، كاني قفه معناها ما تنجمش تروح للدار من غير بصل ومن غير الحم. معناها قبل كان نرجعوا لتالي شويه في التسعينات وفي الثمانينات ثقافه اللحم ما كانتش في الشعب التونسي، ولات من الاساسيات سمارت فون ولا من الاساسيات. دونك اللي كان قبل رفاهيات ولا ضروريات، ما تنجمش ما تشريش بخمس سته ملايين ذهب تشري بيت نوم تشري صاله الى اخره. ولينا نحكيو على 30 40 مليون مينيموم مستلزمات الزواج باش تحقق زواج بسيط، اللي انت تحكي بالمنظور نتاعك، خاطر هذاك هو اللي ولا بسيط. نحكيو على رفاهيه، نحكي على قام اخرى، كي عصال في بلاصه فلانيه، على مونتو معين في الذهب، على صاله دو كاليتي، بيت نوم دو كاليتي، الخ الخ الخ، مع طبيعي شروط هذه في حاجه معينه، هذه في حاجه معينه، هذه في حاجه معينه. أنا اللوم على الوضع الاجتماعي أكثر من اللوم على الطرفين في حد ذاتهم. غلاء المعيشة هو اللي لز، سميق وبرشا حوايج هي اللي خليت كل شيء يصعب. الزواج هو علاش احنا طرحنا موضوع الزواج، هو خاطر نتيجة نسبة العنوسة، نسبة الطلاق اللي أهم حاجة أسبابها معناها المشاكل المادية، اللي الراجل جينيرالمون مش موفر، الراجل راهو قبل يوفر لمرته كان يوفر لروحه. صحيح فما راجل فاسد ويهمل يضيع فلوس وكذا يخرب بيته ويده بيده، مي اونفا لا بليبار يحب الباهي نفسه قبل ما يحبها لمرته، معناها كان عنده مرته ما يبغضهاش، كان عنده عائلته ما يبغضهاش. من هنا تخلقت المشاكل نتاع العرس، تخلقت عجز الشباب على انه يعرس، على انه كون. انا نحكي كانجينيور برانسيبال ونخدم. تو الموظف في تونس لا يقدر لا يعملها لا الدار لا الكهرباء دو تيل فاسون ولا حاشم بروحه باش يتقدم للزواج. لان الشهاده العلميه وانت ايش تكسب من معرفه وايش تكسب من ثقافه وايش كذا ما عادش عندها قيمه. قليل اللي نجم يفهمها، مانيش اللوم على بنات الناس، راه مش على خاطر هما معناها يروا بالمظاهر وكذا، مي زاده هي عندها الحق، هي زاده عندها الحق في ان يفهم معين تستر به وتضمن به حياه كريمه. لذلك ولا مربوط برشا بالماده، ما ولا مربوط برشا بالماده، هي حقيقه، مش على خاطر انا نربط به الماده كرجل واللي هي تربط به الماده كامراه. صحيح ثم شويه شروط في غنى عنها كما قلت لك، تتبنى من نظره الام، نظره الخاله، نظره العائله الموسعه، معناها تقريبا هي ولا تتحكم في نسبه معينه، في نسبه كبيره من العرس. وربي يهدي الناس على بعضها، هو الفايده في التفاهم، اما التفاهم وحده ما واكلش العيش بصراحه. انا معناها مانيش متفرهد من الدين ولا باش نحكي لك بالطريقه نتاع، اما عندهم الحق العبيد، عندهم الحق على خاطر بصراحه حياه لذت برشا. وليت الفوارق الاجتماعية عندها دور كبير
في بناء العلاقات، في انت قهوه انت باش تعمل قهوه مع اصحابك وانت تخدم كاليتي نتاع اصحاب، وانت بطال كاليتي نتاع اصحاب، وانت يعرفوك عندك فلوس كاليتي نتاع اصحاب، وانت يعرفوك ما عندكش فلوس كاليتي نتاع اصحاب. انت جيت من برا تعمل علاقات هكيك حتى ما عندكش معاه، لان العلاقات تو تبنت على المصلحه، تبنت على الماده، تبنت على المظاهر. انا نولي صاحبك بالمظاهر باش نتباهى بيك ولا تتباهى بيا. ساعات فما زوجه تعمل زوج باش تتباهى بيه اكثر ولا اقل، فعاد فما الزوج يعمل زوجه باش تتباهى بيه. نحكي ديما في الطرفين باش ما نبقوش في حساسيه المراه تيخو معناها تعمل رده فعل والرجل يعمل رده فعل. هي ظواهر وحقيقه، حقيقه ثابته في المجتمعات الكل، راه المجتمعات الكل نبدوها من السيشيل ولا من الصومال للي نوصلوا للنرويج والاسكندناف ولسويسرا ولوكسمبورغ. معناها الوضع ولا عام عالمي مونديال من الاخر. كان نحكيو تو الازمات الاقتصاديه هي اللي تتحكم في العالم، صحيح ولا؟ صحيح. باش تمسلك من الزواج وتمسلك القفه وتمسلك الكرا وتمسلك كذا وتمسلك كذا. فما تونسي مازال ينجم يملك دار، اللي المراه انا معاها عادي تشرط انه الراجل لازم يكون عنده دار. خاطر الدار على ليزينغ 360 مليون. ابار حتى ليزينغ، حتى باش تبنيها وحدك ب 150 مليون. بسوم الحديد والسيمين واليد العامله و و و، علاش نكذبوا؟ اللي ما غير ما ندخلوا في حكايه البارونات اللي هما ولاو يبنيوا في ابارتمون ويتحكموا في سوم السيمين والحديد باش هما يبداوا هما المسيطرين معناها على توسكي معناها ابارتمونات باش يعرف شكون يبيعها وشكون يكريها وكذا، وفي بلايص معينه زاد. سينو تتلز يمشيوا لبلايص نائيه على الاخر. انت مربوطه بسوق الشغل حسب مهنتك، حسب وين تتعين كان موظف ولا حسب شهادتك. معناها من الاخر خلينا نلخصوا، انا تونسي اب عن جد ونحبها تونس ونضرب عليها بالكرتوش. اما في النهايه بصراحه خلونا حل واحد اللي هو الهجره. وصعبوها. كنت كانجنيور الهجره من غدوه فرصه فقط. فرصه فقط، انا كان نلقى فرصه الى الهجره. اما قلبا وقالبا تونسي عربي مسلم، هذه ما تدخلش في انا نحب نمشي نحقق كرامتي، مش نحب نحقق شخصيتي، نحب نمشي ننفجر. عندي طاقات انا نحب نفجرها، نحكي في شخصي، انا عندي طاقات نحب نمشي نفجرها. ما نحبش انا نتمرمد في المغيره وفي الشرقيه وفي بن عروس وفي كذا، انا انجينيور يمد لي في زوز ملين ولا في مليون ونص اللي هي اون فان كونت 450 اورو، اللي هو تقريبا ثلث السميق في اوروبا، الاجر الادنى للعامل اليومي في اوروبا. تقول لي مستوى المعيشه مش كيف كيف، هاو نشوفوا الاسوام هما خير منا في كل شيء، حتى في سوام الماكله الاساسيه. تي هو نحن نشوف الدقله والدقله في باريس ارخص، زيت زيتونه ارخص. هو على القليله فما كرامه في الحياه، فما صوره جميله يرى فيها، فما حوايج ينجم يعملها يكسبها فاسيلمون. علاش السياره ولات حلم يا اخي؟ علاش البيت ملكك ولا حلم؟ علاقة ناجحة ولات حلم. خطانا من الكسب المادي، الكسب المعنوي خاطر ولا مبني على الكسب المادي، ولا حلم انك تعمل علاقة ناجحة، لانك انت في حد ذاتك اللي تنجم توفر لبنت الناس، اللي تنجم تعمل، اللي تنجم كذا. الناس اللي تحب تخرج، تحب تتفرها، تحب كادوية، تحب كذا، تحب هذا، وقعنا لازمك توفر لها، يضحي برشا حاجات باش تنجم توفر لها. اللي هو الشهار التونسي اللي نحكيو عليه تقريبا 80% من في اكثر، حتى 90% بين البطاله والشهاره، نحكيو رانا على 10% 5% كم مش اقل بين بوستات مرموقه ورجال اعمال. البقيه كل عامة شعب، معناها شعب كان متوسط ولا شعب فقير يعاني سوفري خويا. علاش؟ الزواج راهو جزء من معناها موضوع الزواج اللي طرحناه تو، راهو جزء من حياتنا اليوميه، جزء من يعني بروجيكسيون كامله لهالبلاد. من غير ما نعمم، في النرويج شيخ، في السياد شيخ، عنده مشاكل اخرى. في النرويج اللي يحب يتفرد يعمل كرتابه فوق ظهره وينده نيجيريا يبحث على الحيوانات المفترسه ويمشي لاستراليا يحب يكتشف عالم الكنجر، ما نجموش خمو كيف كيف. واليابط في باريس يعمل شوبينج ولوي فيتون وبوس وكالفان كلاين ودومين اخر، يلقى وقت للتفريد ويلقى وقت للديفلوبمون بيرسونيل. بار كونتر نحن مخ تونسي ماشي في جزئيات تافهه بسيطه، كيفاش يعمل لقمه عيش، فيش يحقق كرامته، فيش يعمل مورد رزق، فيش يحقق زواجه في عمر معين، كيفاش يعمل كهرباء، كيفاش يعمل دار، كيفاش ولاو حلم. معناها كانوا اساسيات حياته ولاو حلم. خويا بارك الله فيك في الكلمه، وان شاء الله خويا ان شاء الله تونس تتقدم، وان شاء الله تونس تتحسن، وان شاء الله خويا مره وكان البيت.